هذه طوباس، أو كما تسمى الأغوار الشمالية، جنة من جنات الله على الأرض، فهي دفيئة طبيعية تعتبر السلة الغذائية لفلسطين والعالم. وهذه شركة زادنا، إحدى مجموعة شركات سنقرة العالمية، وهي أول وأكبر شركة فلسطينية لزراعة وتعبئة وتصدير الأعشاب الطازجة لدول عديدة حول العالم. ما يميز هذا المكان انخفاضه تحت مستوى سطح البحر بحوالي 220 متراً في مناطق الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاعه عن سطح البحر بحوالي 500 متر في جبال طوباس، مما يكسبه إمكانية الإنتاج في موسم الشتاء وموسم الصيف بسبب التنوع في المناخ على مختلف فصول السنة. فهنا توجد حرارة الشمس العالية، وتوجد أيضاً رطوبة مناسبة كشروط ملائمة للعديد من المزروعات، بالإضافة إلى أن هذا التنوع في المناخ يكسب كل ما يزرع هنا نكهة خاصة عما يتم زراعته في أي مكان بالعالم. أكثر ما تشتهر به طبيعة فلسطين من مزروعات هي الأعشاب، لذا كانت أول اهتماماتنا في هذا المشروع الزراعي لنقوم فيما بعد بتصديرها لدول مختلفة حول العالم ممن يفتقدونها أحياناً كثيرة في معظم فصول السنة. مزارع الأعشاب هذه عبارة عن بيوت بلاستيكية أو أراض زراعية مغطاة حسب ما تتطلب هذه الأعشاب من شروط ملائمة، وتصل مساحة هذه الأراضي إلى 40 هكتاراً تقريباً، موزعة بين الأغوار الشمالية حيث طوباس، والوسطى في منطقة الجفتلك، والجنوبية أيضاً في منطقة العوجة. هذه المناطق على اختلاف مناخها توفر إنتاجية عالية ومستمرة طوال العام. يوجد في مزارع الأعشاب هذه أكثر من 20 نوعاً، يتوفر لها بيئة ملائمة كالتربة على سبيل المثال، سواء التربة الطبيعية التي توجد هنا في هذه المنطقة الخصبة بالإضافة لبعض الأسمدة المناسبة، أو حتى من خلال توفير أنواع أخرى من الأتربة كالتربة المعزولة البركانية أو غيرها، والتي توضع معزولة فوق التربة الطبيعية، ويتم تزويد هذه المزارع بشبكات ري حديثة، ويكون ذلك بواسطة التنقيط المبرمج الذي يصلها بالآبار الجوفية. هذا المشروع يوفر فرص عمل لأكثر من 500 عامل تقريباً، والعاملون في هذه المزارع على اختلاف طبيعة أعمالهم يعملون ضمن مواصفات تخضع لشهادات المسؤولية الاجتماعية في مختلف مراحل الزراعة، بداية من تحضير التربة إلى الزراعة والقطف والتعبئة والشحن والتصدير. تصل هذه الأعشاب الطازجة صباحاً مباشرة بعد القطف إلى بيت التعبئة المجهز ضمن المواصفات العالمية Global Gap، وتحت إشراف مهندسين وخبراء مدربين لفرز ومتابعة وتدقيق الجودة لهذه المنتجات. وبعد تجهيزها ضمن الشروط المطلوبة عالمياً للتصدير والتأكد من خلوها من الأمراض وبقايا الأدوية المستخدمة وغير ذلك، يتم تبريدها تحضيراً لشحنها. هذا بالنسبة لبيت التعبئة هنا. أما عن مرحلة التصدير للأعشاب فتتم مباشرة من خلال بيوت التعبئة في الثلاث مناطق، وهي طوباس والجفتلك والعوجة، إلى أكثر من 20 دولة حول العالم، وتحديداً أمريكا وروسيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي، ضمن سلسلة تصديرية مبردة تصل المستهلك في أقل من 48 ساعة من وقت قطفها في الصباح وتبريدها ظهراً كما هي الشروط والمقاييس العالمية المطلوبة، حتى تصل المطار مساءً لتكون في متناول المستهلك في اليوم التالي طازجة خضراء اللون مبردة ما زالت تحتوي على القيمة الغذائية بداخلها. ويكون تصدير الأعشاب جواً، إما عن طريق مطار الملكة علياء الدولي في الأردن مروراً بجسر الملك حسين، أو عن طريق مطار اللد أحياناً أخرى. نفتخر اليوم بأن منتجاتنا من الأعشاب أصبحت تحظى بثقة واعتماد من قبل العديد من الشركات العالمية المتخصصة في التوزيع في هذا المجال، وأن ترتيب منتجاتنا تقع ضمن فئة المنتجات الأكثر جودة.